أعلن الجيش السوداني رفضه الذهاب إلى جدة بغرض استئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع، وذلك ردا على دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال محادثات هاتفية مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وكان بلينكن قد حث البرهان على ضرورة إنهاء الصراع في السودان بشكل عاجل واستئناف التفاوض مع الدعم السريع في جدة. فما تداعيات رفض الجيش السوداني المشاركة بحوار جدة لإنهاء الحرب؟ وماذا لدى واشنطن للضغط على طرفي الصراع للقبول بالحوار لإنهاء المواجهات العسكرية في السودان؟ استئناف مفاوضات السلام في السودان وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية من أهم المحاور التي بحثها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان إن بلينكن دعا البرهان إلى ضرورة إنهاء الصراع في السودان بشكل عاجل. وأضافت الوزارة أن بلينكن والبرهان بحثا أيضا سبل إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة لتخفيف معاناة الشعب السوداني. بلينكن والبرهان ناقشا أيضا أهمية استئناف مفاوضات السلام وضرورة حماية المدنيين ونزع فتيل الأعمال العدائية في الفاشر بشمال دارفور بحسب ما جاء في بيان الوزارة. غير أن رد الخرطوم جاء سريعا وتضمن رفض الذهاب إلى جدة بغرض استئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع لإنهاء الحرب. الموقف جاء على لسان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار ردا على دعوة بلينكن لاستئناف المفاوضات. أمشي جدة، أمشي جدة أعمل إيه؟ وأنا ما مشيت جدة قبل كده عملت إيه؟ أنا داير أقول لكم نحن لا ماشيين جدة ولا ماشيين جدارة. الدائرة ينتهي مننا، يقتلنا في بلدنا ده ويجي يشيل الرفاق بتاعنا يوديه جدة. ده الموقف. عقار أضاف أن رفض الذهاب إلى مفاوضات جدة لا يعني عدم الرغبة في السلام، مشيرا إلى أن السلام في السودان يحتاج إلى ما وصفها بالمرتكزات والمشاورات. وقوضت الهجمات الأخيرة حول الفاشر هدنة محلية كانت تحميها من الحرب الأوسع في البلاد، في حين قالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة ستستضيف الشهر المقبل مؤتمرا تجتمع فيه القوى السياسية المدنية السودانية مع أطراف إقليمية ودولية أخرى بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في البلاد. لمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا من ميشيغان الدبلوماسية والسفيرة الأمريكية السابقة سوزان بيج، ومعنا من وارسو رئيس حملة سودان المستقبل ومؤسس الحزب الليبرالي السوداني عادل عبد العاطي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيدة سوزان بيج في البداية، ومن خلال هذا الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي وعبد الفتاح البرهان، هل قدمت الولايات المتحدة من خلال طرحها للعودة إلى مفاوضات جدة، هل من طرح جديد أو التعويل على ما كان سابقا؟ من الصعب أن نعرف بالضبط عما يتحدثون أو يخططون للحديث عنه في جدة. الإدارة يبدو أنها تركز على عودة المساعدات الإنسانية، وهذا ما كان يضغط باتجاهه الوزير بلينكن مع الجنرال البرهان، عبور المساعدات الإنسانية ووصولها. ومن ناحية محادثات السلام وهل تعقد في جدة، هناك جهود على الطريق، ولم يكن هناك انتباه كبير من جانب الإدارة لما يجري في السودان. نعم سيد عادل عبد العاطي، يعني مالك غفار عقار هو قال عقار يقول أن السلام يحتاج إلى مرتكزات، وهو استنكر دعوة وزير الخارجية الأمريكي لاستئناف المفاوضات. لماذا هذا الاستنكار ولماذا هذا الرفض برأيك؟ حقيقة الاستنكار والرفض ربما يأتي من قناعة مترسخة وسط السلطة السياسية في السودان إنه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما لا يعير اهتماما كثيرا للمسألة السودانية، ولا يدين بشكل واضح
ميليشيات الدعم السريع التي تقوم بارتكاب يعني جرائم وارتكاب إبادة جماعية وتقوم بارتكاب يعني تصفيات إثنية، الأمر الذي أعلنت عنه يعني منظمة هيومن رايتس ووتش في آخر تقرير لها موثق بشكل واسع جدا ارتكاب هذه القوات. فيعتبر بعض الأطراف في السلطة السودانية أنه ليس هناك موقف واضح، وانه ما يراد من هذه المفاوضات هو ارجاع الامر الى ما قبل 15 ابريل، اي مشاركه قوات الدعم السريع كانما لم يتم. وحقيقه من المطلوب هو، انا اتفق مع السيد مالك عقار، انه من المطلوب وجود اجنده للحوار، يعني انت لا يمكن ان تتوسط في الحوار وان تدعو للحوار وليست هناك ورقه تفاوضيه. ما هي هذه المرتكزات برايك التي يتحدث عنها؟ في المرتكزات يجب بشكل واضح إدانة كل الاعتداءات على المدنيين بشكل واضح، يجب بشكل واضح إنه خروج كل القوات وبتحديد قوات الدعم السريع من كل المراكز المدنية، من مستشفيات وبيوت ومدارس وغيرها. يجب إنه تحديد عدم الهجوم على مدن أخرى مثل مدينة الفاشل. يعني في أثناء هذه الفترة تم توسيع نطاق الحرب تحديدا من قبل الدعم السريع، الدعم السريع هو الذي يوسع من نطاق الحرب. نعم، ولكن هذه اتهامات، يعني كل طرف يتهم الطرف الآخر سيد عادل، يعني كل طرف يقول أن الآخر هو الذي يسيء للمدنيين والطرف الآخر هو الذي يقتل المدنيين، الحسم في هذه القضية موثقة من قبل منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومن منظمة العفو الدولية وغيرها، يعني نحن نعتمد على مواقف موثقة دوليا. ثانيا بالنسبة ل يعني توسيع رقعة الحرب، معروف أن الدعم السريع هو الذي وسع إلى الجزيرة، والذي قصف مؤخرا مدني، والذي استولى على مختلف المدن التي كانت في دارفور، هو الذي يحاصر الآن ويهاجم بشكل شرس مدينة الفاشر. لا بد أن يقال هذا الأمر، يعني ويكون واضح من قبل الإدارة الأمريكية أن تسعير الحرب وتوسيعها يجب أن يتوقف، يعني لأنه أنت لا يمكن أن تتحدث عن السلام في الوقت الذي يستفيد فيه الطرف الآخر من كل فرصة لتوسيع رقعة الحرب. نعم، طيب دعني أعود إلى نعم مبدئية. نعم سوف نعود إليك ونناقش المزيد من النقاط معك سيدة سوزان. الولايات المتحدة كيف يمكن أن تتعامل مع هذه المعطيات، مع هذا الرفض، وهل هي تتعامل مع الطرفين على نفس السوية فيما يتعلق بالدعوة كطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ أعتقد أن من المهم، الناس تدلي بتصريحات ولكن الكل يجب أن يعامل باحترام وألا يقال لهم ما ينبغي عليهم عمله. هناك مجال للملاحظات، فكان هناك رد فعل على النغمة التي تحدث بها ونغمة الوزير بلينكن. طبعا لنا قراءة وليس من الواضح كيف تحدث الوزير مع الجنرال البرهان، ولو كان هناك أي محادثات سلام سواء استؤنفت في جدة تحت أي أجندة، فيجب الحديث مع كل الداخلين في العملية، وهذا يشمل ليس فقط الناس مع القوات المسلحة أو الدعم السريع، يجب أيضا الحديث مع الناس الذين يريدون نظاما ديمقراطيا في السودان. أعتقد أن هناك جهود تتحدث عنها مصر وهذه علامة جيدة. أيضا يجب أن يكون هناك انتباه أكبر للنزاع في السودان، وهناك الكثيرين في وزارة الخارجية عدا الوزير بلينكن الذين يهتمون بالشؤون الإفريقية وشمال إفريقيا والشرق الأوسط. إذن هذا يجب أن يحدث وأن تكون هناك جهود
متزايدة. نعم، وهذه الجهود سلام. نعم، الجهود من الجانب المصري على المستوى الإنساني، هناك أيضا جهود من قبل الأمم المتحدة، ولكن نحن نعلم ثقل الدور الأمريكي في مثل هكذا ظروف. كان من اللافت الحدة التي تحدث فيها مالك عقار عندما كان يتحدث عن رد السودان على طلب الولايات المتحدة ووزير الخارجية، وقال السلام يحتاج إلى مرتكزات، لن نذهب كأغنام إلى جدة. يعني ماذا نفهم من ذلك، وكيف يمكن أن تكون الولايات المتحدة تدعو هذه الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار، هم يقولون لا نريد أن نذهب كأغنام؟ مرة أخرى أعتقد أن من المهم أن يتم التعامل مع الناس باحترام، وألا يملى عليهم محاضرات. هناك دبلوماسيون في العالم بصراحة لا يعاملون الناس بالاحترام اللائق، ويريدون أن يقولوا ما عندهم، وعندما تهدأ الأعصاب ربما تكون هناك مكالمة ثانية من الوزير بلينكين أو آخرين، وتكون هناك معلومات عن الأجندة. وعندها يمكن أن نسأل الجنرال البرهان ما هي نظرته الخاصة بدخول عملية السلام، ولكن نفس الشيء ينطبق على المدنيين ولاعبي المجتمع المدني والأطراف السياسية، وهذا يشمل قوات الدعم السريع، وأيضا لا يجب دعم هذا الطرف على حساب الآخر. نعم، سيد عادل عبد العاطي، هناك أو الحكومة السودانية هي أعلنت أن نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار سوف يتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو. يعني هل هناك محاولة من أجل تحويل البوصلة باتجاه روسيا، وهل تحاول روسيا أن يكون لها هذا الدور في الملف السوداني؟ نعم، للأسف هذا ما يجري. لو لاحظنا تصريحات السفير الروسي ولقائه الأخير مع وكالة تاس، أعلن فيه وقوف الحكومة الروسية بشكل واضح مع الحكومة السودانية ومع الجيش السوداني، بعد أن كانت متهمة لفترة طويلة بالوقوف مع جانب الدعم السريع. نعم، وهذا هو اللافت سيد عادل عبد العاطي، بأنها كانت متهمة بأنها إلى جانب قوات الدعم السريع. نعم نعم، هي تبرأت من ذلك ورمت بالمسؤولية على مجموعة فاغنر التي تم حلها وتم استبدالها الآن بالفيلق الأفريقي أو ما يسمى بجيش الروسي في أفريقيا، وهو تحت سيطرة وزارة الدفاع وتحت سيطرة بوتين شخصيا. ويبدو أن هناك تحول في الموقف الروسي في إطار حرص على الحفاظ على القاعدة العسكرية الروسية في بورسودان، واستغلال الصراعات الموجودة، وأيضا شعور الحكومة السودانية بالعزلة. وأيضا هناك عناصر للأسف الشديد مؤيدة للوجود الروسي، أو تعتقد أنها يمكن أن تتعاون مع الروس والصين وإيران في قضايا التسليح وفي غيرها، باعتبار أنه تم خذلانها من العالم الغربي. أنا لا أتفق مع هذا التوجه، أعتقد أنه توجه مضر، وأعتقد أيضا أنه يجب الذهاب إلى المفاوضات وعرض ما تريد في المفاوضات، وحتى الإشارة إلى السلبيات مثل عدم وجود أوراق تفاوضية، مثل النبرة الحادة أو النبرة الإملائية التي تحدث بها الوزير بلينكين إذا كانت هناك. هناك أيضا قصور في الإدارة الأمريكية، أنه من هم مسؤولون عن الملف السوداني ومسؤولون عن الملف الأفريقي عموما ليست لهم خبرة كبيرة، ويمكن أن نصفهم بالضعف يعني بالمقارنة مع شخصيات مثل سوزان رايس أو السفيرة سوزان بيج أو غيرهم من المخضرمين. يعني فيجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بهذا الملف.
نعم. يعني إسناده طيب. إلى شخصيات ذات دعني معرفة أنقل هاتين النقطتين إلى أستاذة سوزان بيج. أولا، هل موضوع من يتكفلون بهذا الملف السوداني من قبل الولايات المتحدة ليسوا على من ذوي الخبرة الكبيرة في الشأن السوداني؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، دخول موسكو على الخط، هل تحاول أن تلعب بالأوراق وهل تقلق الولايات المتحدة؟ أعتقد أن روسيا كانت منخرطة في السودان لفترة، هذا ليس بالجديد، سواء غيرت الاسم من مجموعة فاغنر إلى الفيلق الإفريقي، هم منخرطون إلى حد كبير في إفريقيا، هذه حقيقة معروفة. لا أعتقد أن هذا شيء جديد، ولكن من المسؤول عن ملف السودان في وزارة الخارجية الأمريكية؟ مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، هناك أيضا تام المبعوث الخاص للسودان، وفي نهاية المطاف بالطبع الكل يكون الوزير مسؤولا عنه، والرئيس هو المسؤول عن الوزير. هناك سياسة الآن، ولا أعرف هل هم لا يعرفون ما ينبغي عمله، لأن هناك الكثير من الأزمات في العالم. في آخر رحلة قام بها بلينكين إلى السعودية، السودان لم يذكر، الموضوع كان يدور حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولكن هذا كان يجب أن يكون على الطاولة. ربما لم يتحدثوا عن السودان لأن هذا لم يكن من المواضيع، ولكن آخر مكالمة لبلينكين مع الجنرال البرهان كانت قبل سنة. هذه أو مرت فترة طويلة، وهذه ليست علامة جيدة ألا يكون لدينا سفير في البلاد وهناك قائم بالأعمال فقط. وفي آخر زيارة للسودان لم يكن هناك عدا المبعوث الخاص، لا يبدو أن لدينا أهداف واضحة في السودان. نعم، سيد عادل عبد العاطي، أعود مرة أخرى، ومع هذه المواقف فيما يتعلق بهذه المباحثات في جدة، برأيك من الذي يملك أوراق الضغط على هذه الأطراف كي تذهب إلى جدة من أجل التفاوض، أو يبقى الميدان هو الأساس ونحن نعلم أن هناك معارك شرسة في الفاشر في دارفور؟ أعتقد أنه نحن نحتاج إلى توسيع يعني منبر جدة والوسطاء الموجودين فيه، بحيث أنه الآن موجودة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. أعتقد أنه يجب أن يدخل الاتحاد الأوروبي بشكل قوي كأحد الأطراف، باعتبار أنه أيضا متأثر عن طريق الهجرة من السودانيين وغيره وعن طريق الأزمات الأمنية. يجب أن يكون هذا يعني شكل ثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي، وأيضا دخول مصر في هذه المفاوضات من الأهمية بمكان، لأنها دولة مجاورة للسودان وذات تأثير على السودان، والسودان أيضا يؤثر فيها، وهناك دول أيضا تدعم بطبيعة الحال قوات الدعم السريع. يعني إلى أي مدى يجب أن تكون أيضا منخرطة في هذه التحركات؟ طبعا طبعا، الأطراف التي تنخرط في الحوار مثل ما قالت السفيرة سوزان بيج، يجب أن تكون الطرفين المشاركين بشكل مباشر في القتال، وأيضا الأطراف المدنية، الأطراف الأهلية المؤثرة في السودان، الأطراف الشباب والنساء أيضا باعتبارهم أكثر المتأثرين من الحرب. هذه القوى كلها لا يجب أن يكون الحوار فقط، يمكن أن يكون الحوار في الشق العسكري بين الدعم السريع والجيش، باعتبار أنه لكن فيما يتعلق بمستقبل السودان ومستقبل التحول الديمقراطي، يجب أن يكون الحوار شاملا
ولذلك نحن في حملة السودان المستقبل اقترحنا مسارين، المسار الأول مسار وقف إطلاق النار ومسار الممرات الآمنة وغيرها، أنه هذا يناقش في جدة. المسار السياسي اقترحنا أنه يناقش إما في القاهرة أو في نيجيريا في أبوجا أو حتى في السودان، يعني لأنه ليس هناك ما يمنع ذلك، أن يكون هناك نقاش للمسار السياسي لمستقبل السودان تشترك فيه كل الأطراف، ويفرض هذا المسار على الأطراف المتصارعة، لأنه لا يمكن أن تفرض هي بقوة البندقية مستقبل السودان. نعم سيدة سوزن، الولايات المتحدة ما هي أوراق الضغط بيدها؟ كنت تحدثت عن ضرورة احترام هذه الأطراف، ولكن بطبيعة الحال هناك عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على بعض الأطراف وعلى بعض الشخصيات. ما هي أوراق القوة التي يمكن أن تفرضها من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ روسيا لديها دور تلعبه، ولكن إذا لم تكن هناك محاسبة لن يكون هناك تأثير. الدبلوماسية والمفاوضات يجب أن تتطرق إلى الأسباب الحقيقية للنزاع، بما في ذلك لماذا هذين الرجلين العسكريين يتقاتلان. الناس كانوا واضحين بشأن ما يريدونه من ناحية مستقبل السودان، وأعتقد أن الأدوات عديدة، ولكن المسألة تعتمد على كيف تستعمل هذه الأدوات. هل الولايات المتحدة ستحدد نوع الضغط؟ لأن هناك أيضا دول أخرى تدعم هذا الطرف أو ذاك في هذه الحرب، وهذه الدول مثل روسيا مثلا وتحدثنا عنها، ولكن لم نذكر الإمارات، ليبيا، مصر، وكيف أن الكثير من هذه النزاعات متصلة ببعضها البعض، إما عن طريق الذهب أو الأسلحة أو أشياء أخرى. هذه كلها شبكات متشابكة يجب التطرق لها. أعتقد أنه لو كانت الولايات المتحدة مستعدة للجلوس ولعب دور منسجم مع الآخرين المنخرطين، عندها يمكن أن نصل إلى عملية تؤدي على الأقل إلى الحديث بين الأطراف المتناحرة، والتي يجب أن تقتنع أنه ليس من مصلحتها محاولة الفوز في الحرب عن طريق السلاح. نعم، ولكن على بطبيعة الحال هذه الحرب مستمرة، وكل طرف على ما يبدو يحاول أن يستحوذ على أكبر نسبة من ما يحققه على الأرض من أجل أن يستخدمه على طاولة المفاوضات. هذه الدول التي تدعم سواء هذا الطرف أو ذاك بالأموال وبالأسلحة، الولايات المتحدة يمكن أن تتعامل معها على الأقل بإجلاسها إلى طاولة الحوار أو بفرض عقوبات عليها. نعم، العقوبات هي احتمال أو إمكانية، ولكن هذا يعتمد على نوع النتيجة المرغوبة التي نريد تحقيقها عن طريق العقوبات. من غير المحتمل أن تكون هناك عقوبات على البلاد بكاملها، وإنما على أفراد متورطين، وهنا الأمور تصبح أكثر تعقيدا، لأن هناك حاجة لهذه البلاد التي ربما تدعم الولايات المتحدة في أماكن أخرى. هنا الأمور تصبح أكثر تعقيدا، ولكن لا يجب على الجميع أن يكون إلى طاولة أو أن يأتي إلى طاولة المفاوضات، ولكن يجب الحديث مع الجميع. نعم، هناك من يدعم مثلا الجيش أو قوات الدعم السريع، يجب أن نعرف ماذا يحتاجون إليه للتوقف عن دعمهم. يجب أن نفهم هذا
خلال المفاوضات والوساطة، يجب أن نفهم حاجة اللاعبين المختلفين. نعم سيد عادل عبد العاطي، مصر تستضيف الشهر المقبل مؤتمرا للقوى السياسية المدنية، أين هذه القوى من كل هذه التطورات؟ القوى السياسية المدنية ليست متحدة، ليست على قلب رجل واحد، هناك مجموعات ما يسمى بتقدم أو تنسيقية القوى الديمقراطية برئاسة عبد الله حمدوك، وهذه نظمت مؤتمرا الآن قبل أيام في أديس أبابا، وهي متهمة بموالاة أديس أبابا وموالاة الدعم السريع. هناك قوى قبل مدة التغيير الديمقراطي التي نظمت مؤتمرا في القاهرة قبل حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع. هناك قوة تنسيقية القوى الوطنية الموجودة في بورسودان وتعمل. هناك قوى خارج هذا كله مثل حملة السودان المستقبل وحزب الليبرالي وحزب بناء السودان وغيرها. فليس هناك كيان واحد يجمع هذه القوى، وأيضا هناك مثلا لجان المقاومة ومنظمات الشبابية ومنظمات النسائية. نعم، ولربما عدم وجود هذه القوى المجتمع هو الذي يؤدي إلى أضعاف موقفها. انتهى وقت هذه المقابلة، شكرا جزيلا لضيفينا من وارسو رئيس حملة سودان المستقبل ومؤسس الحزب الليبرالي السوداني عادل عبد العاطي، شكرا أيضا لضيفتنا من ميشيغان الدبلوماسية والسفيرة الأمريكية السابقة سوزان بيج، شكرا جزيلا لكما.